مرحبا. مع عودة تسليط الضوء على قضية انفجار مرفأ بيروت بأربعة آب 2020 والحديث عن التحقيقات القضائية، عم يرجع التداول ببعض الأخبار واللي كانت قد انتشرت بعد الانفجار وتم ربطها بالحادثة. بداية خلونا نشوف الفيديو قبل ما نتابع. من البداية، من أول لحظة، ما بدي أحكي عن تصريح الرئيس ترامب يلي انسحب واللي ترك شكوك، ولا الكلام عن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. إنما من البداية تركز من جهة اتهام حزب الله أو النظام السوري بجلب النترات أو على الأقل بسببهم حصل التفجير. رد الفعل من قبل الطرف الآخر أنه أنتوا عم تستهدفونا. بهالفيديو الإعلامي جورج غانم وضمن برنامج صار الوقت ذكر بالتهديدات اللي صدرت عن لسان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يوم الرابع من آب بإطار المشهد القضائي الحالي. وسبق لرئيس الجمهورية السابق ميشيل عون أن تحدث عن تصريحات نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مقابلة ضمن برنامج ضروري نحكي بثت بتاريخ 28 كانون الأول 2022 على قناة الأو تي في. تحليلك الشخصي فخامة الرئيس انه هيدي ضربة خارجية؟ ثلاث تصريحين فور الانفجار نتنياهو وترامب. اي ترامب طلع قال بالاول ورجع انسحب، قال انه هذه نتنياهو انسحب. هون بدها انتربريتاسيون. صحفي محمود غزيل وعبر بوست على فيسبوك قرر يوضح المغالطات اللي وردت بكلام رئيس الجمهورية وفندى بالأدلة اللي بتأكد أنه تصريح رئيس مجلس وزراء العدو صدر قبل الانفجار بساعات، وقال فيه أنه الجيش الإسرائيلي ضرب الخلية اللي حاول التنفيذ هجوم عند حدود الجولان، كما أنه قتل من أرسله، وأكد أنه إسرائيل ستفعل كل شيء لحماية نفسها، واعتبر أنه ما جرى رسالة إلى حزب الله اللبناني وعليهم أن يأخذوا هذا بالاعتبار. هالكلام لم يأتي تعليقا على الانفجار، إنما على شن مقاتلات إسرائيلية هجوم على أهداف عسكرية بسوريا ليلة 3 آب 2020، وردا على محاولة من عناصر وصف نتنياهو بالمعادية لزرع قنبلة على السياج الحدودي. مزيد من التفاصيل بوضحها الصحافي المتخصص بالتدقيق بالمعلومات محمود غزيل بهالفيديو الخاص. بالعودة لآب 2020، قال رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضربنا الخلية ومن أرسلها، وأضاف بأنه يلي صار كان رسالة مباشرة لحزب الله. هذا التصريح وهذه التغريدة نشر مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلي يوم 4 آب، ولكن قبل الساعة 1 الظهر. أي شخص متابع للوضع السوري والإسرائيلي واللبناني وحتى المنطقة بيقدر ينتبه بأنه هذا التصريح إجا تعقيبا على حادثة صارت قبل بنهار، وتحديدا مساء 3 آب، وقت يلي أغار الطيران الإسرائيلي على جنوب سوريا تحت مزاعم بأنه عم يفككوا خلية كانت عم تحاول تزرع متفجرات بمنطقة الجولان. بالمقلب الثاني وتحديدا بالإدارة الأمريكية والشأن الأمريكي، قال دونالد ترامب ب5 آب بأنه هو بيعتقد أنه التفجير أو يلي الحدث ب4 آب هو ممكن يكون تفجير وممكن يكون هجوم أو قنبلة، بس قال ممكن. هذا التصريح طبعا ما كانت كتير يعني خفيفة، ولكن الإدارة الأمريكية وباقي المسؤولين ما وقفوا عند هذا الكلام مثل ما هو، ردوا مباشرة عبر وسائل الإعلام، وتحديدا كان في من بيناتهم 3 من مسؤولين بوزارة الدفاع ليقولوا للرأي العام المحلي والعالمي بأمريكا ولبنان وخارجهم بأنه ما عارفين على أي معلومات دونالد ترامب استند عليها لما قال هذه التصريحات، وأكدوا بأنه بحسب المعطيات يلي عندهم لحديث هلأ، يعني على الأقل لبداية شهر آب أول أسبوع أسبوعين منه، أنه ما عندهم أي معلومة إذا هيدا تفجير ولا انفجار ولا هجوم ولا قنبلة أو ما شابه. وبالتالي هودي التصريحين بعدهم من الآب 2020 لحديث اليوم عم يتم تنقلهم وكأنه في صلة مباشرة بتفجير المرفأ، وهو للحقيقة ما في لهم أي قيمة مباشرة. على أمل أن تكون وضحت الصورة، منختم فقرة مش دقيقة. على أمل ما بقى العالم تصدق أخبار الواتساب يعني. لا حلو، في ناس بنت نظرية على هاي التصريحات يعني. طبعا قلت لك مش مزبوطة. أكيد مش مزبوطة. شكرا لك زميلي حليمة طبيعة.